غفران محامي بهيئة رباط وعضو المنظمة المغربية لحماية المال العام. أولا تنرحب بالإخوة الصحفيين اللي شرفوني في المكتب المتواضع ديالي للحديث عن موضوع في غاية الأهمية. هو حديث مرتبط بطبيعة الحال بالمغاربة وبالمال العام للمغاربة. إذن من حق المغاربة أنهم يواكبوا الإجراءات المتعلقة بهذه الملفات المرتبطة بالمال العام المعروضة أمام أنظار القضاء. هذه مهمتكم. إذن المنظمة المغربية لحماية المال العام وفي إطار الدخول القضائي لهذه السنة 2024-2025 هي ألحت وكان لها إصرار كبير على أنها توضع النيابة في مجموعة من الملفات. إذن الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام هو المتعلق بالشخصية العمومية المعروفة محمد سيمو. محمد سيمو اقتنع قاضي التحقيق بارتكابه لجرائم تبديد أموال عمومية والمشاركة في الاستفادة من منفعة بغير وجه حق طبقا للفصول 129 241 245. هنا يجب أن نشير إلى أمر أساسي ألا وهو أن عقوبة تبديد أموال عمومية تصل إلى 20 سنة، بمعنى أنها جناية، والمشرع المغربي حرصا منه على المال العام للمغاربة ألح على أن هذه العقوبة يجب أن تصل إلى هذا الحد اللي هو 20 سنة. مجموعة من الدول منها مثلا سنغافورة والصين ودول أخرى للعقوبة ديال تبديد أموال عمومية تتوصل إلى حد الإعدام. إذن هنا تنشوفوا بأن تشريعات مقارنة مدى الصرامة ديالها في التعامل مع هذه العقوبة. سبق وصرحت في تصريح سابق على أن الشخص الذي يسرق شخصا واحدا الأمر يتعلق بين شخصين اثنين، ولكن الشخص هو مسؤول مؤتمن على المال العام للمغاربة يسرق جميع المغاربة. إذن يجب على القضاء أن يتشدد مع هذا النوع من الجرائم، حتى أن السيد رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام سيد سقراط هو يضع هذه الجريمة في مرتبة أو بمثابة الخيانة العظمى، وهي فعلا خيانة عظمى لهذا الوطن. ما معنى أنني أنا كمسؤول مكلف بتدبير الشأن العام في قطاع معين أو في جماعة معينة أن أضع يدي على هذا المال العام لوحدي، في حين أن هذا المال العام هو مال الجماعة ومال المواطنين المغاربة. إذن المنظمة المغربية للمال العام حتى نضع الرأي العام الوطني في السياق هي وضعت مجموعة من النيابات في مجموعة من الشكايات، وهي الآن بهذه المناسبة استضافتكم هنا في المكتب ديالي تنبغيو نمروا واحد الرسالة للسيد الوكيل العام المحترم لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي دائما يتعامل مع الملفات بما يقتضيه الحزم، وكذا السيدة قاضية التحقيق المحترمة المكلفة بجرائم الأموال. نمرر له رسالة ونقول له بأنه مجموعة من الملفات التي تبارح مكانها منذ شهور وشهور. المنظمة المغربية لحماية المال العام تطالبكم السيد الوكيل العام الملك من أجل تسريع وتيرة البحث في هذه الملفات من أجل أن تأخذ مسارها الطبيعي كما أخذ مسار طبيعي هذين الملفين المدرجين
بالنسبة لملف محمد سيمو يوم 28 10، لا بالنسبة لرحو الهيلة هذا ديال منطقة ديال البراشوة الرماني مدرج يوم 28 10، إخبار للرأي العام الوطني غرفة جرائم الأموال. وبالنسبة لمحمد السيمو مدرج يوم 4/11/2024 بمحكمة الاستئناف بالرباط. هذا هو يعني مجمل الملفات التي باشرنا فيها أو وضعنا فيها النيابة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.